أستطيع اليوم أن أزف بشرى إلى جميع العراقيين والقوات المسلحة العراقية وإلى جميع محبي السلام وأيضا شركائنا في التحالف الدولي وكل الذين عانوا من الإرهاب. تحرير مدينة الحويجة اليوم تم على أيدي القوات العراقية اللي هي في غرب كركوك، وفي هذا الإطار لم يبقى لنا إلا الشريط الحدودي مع سوريا. في هذه الحالة تغلبنا على كل الإرهاب في العراق.